ايش حتكون؟ خلونا نشوف الطاقية رقم 12. تتحدون مين؟ ها؟ يلا البيرق تحدون اشداد. يلا دحين ابو عبد الله لمني اخترت فريق وجاوبت ينخصم منها القيمه. لا لا تعطيه تعطيه. خلنا بس نسال السؤال بعدين انا اضيف له لان هزمت. افهم سؤالي. يلا علي السؤال يقول رقم 12 على الشاشه: متى يتم رفع كسوة الكعبة المشرفة؟ في منتصف شعبان، في منتصف ذو القعدة، في منتصف محرم. ذو القعدة، ذو القعدة. منتصف ذو القعدة. يلا ذو القعدة هو نصف شهر 11. إجابة علي باللبدان وعطونا إياها سريعة إذا كانت صحيحة ولا الإجابة صح. علي بن هادي، علي بن هادي، علي بن هادي، علي بن هادي. يلا النقاط حتكون لفريق البيرق. يلا يلا يلا. الـ2500 أعزائي المشاهدين، انتهت فقرة الطاقية سريعاً بتأخر الفرق واللي ما لحق على الجولات، ولكن ودي على طول نطلع كذا بما أنه متأخروا ما راح نخصم عليهم، ولكن هدوء اليوم كان في هذا الاستوديو الجميل، فتأخروا على طول تكفون لأني أنا اليوم مروق، يعني وصلت إلى مراحل رقم الفطور. اوه عاد الفطور اليوم عالي جدا، وشكرا للي والله فطرنا اليوم. اليوم واحده امها على قيد الحياه متوفيه، اليوم واحده